عن المنتخب الاولمبي خليني اذهب لكابتن ناصر عباس وخبيرنا التحكيمي والمحاضر الدولي الكبير. كابتن ناصر ازاي حضرتك يا فندم؟ وسؤال مباشر، راي حضرتك في طرد محمد هاني، هل هي طرد صحيح ولا لا؟ تحياتي كابتن اسلام، تحياتي كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طرد صحيح وطرد لا، ما لازم نقول يا كابتن اسلام ليه طرد وليه مش طرد؟ ما هو ممكن اقول لك لا مش طرد، بس الناس يعني لابد ان الناس اللي بتشاهد. لا هو انا السؤال الاول، انا بسال السؤال الاول يا كابتن، هل هي طرد ولا مش طرد؟ لو مش طرد، لو مش طرد حضرتك قول لي مش طرد عشان واحد اتنين تلاته، لو طرد يبقى طرد. نقول ان طرد محمد هاني طرد غير صحيح. غير صحيح؟ اوكي. غير صحيح، واستدعاء حكم الفار اللي هو محمد عبيد وجاسم عبد الله كان استدعاء صحيح للحكم. استدعاء صحيح للحكم، ماشي اوكي. الاسباب بقى، انا شايف ان هي طرد بصراحه، لكن بما ان حضرتك بتقول كده يبقى كلامك انت اللي صح وكلام انا غلط. طيب كابتن اسلام، احنا عندنا حاجه اسمها اعتبارات القرار. ايوه. يعني ايه اعتبارات القرار؟ والكلام ده احنا بنقول لحكامنا دايما عشان تاخد قرار سواء قرار انضباطي لابد تشتغل بالمعايير اللي الاتحاد الدولي مديها لك عشان يبقى دي الحاله دي طرد او مش طرد. تمام. مش هخش في تفاصيل عشان المشاهد يبقى عارف انا بتكلم في ايه. احنا بنتكلم النهارده في استخدام القوه الزايده. نمره واحد. سؤال، هل هذا هو لعب ولا سلوك؟ هذا هو لعب. ده لعب مش سلوك. محمد هاني كان بيلعب مش صح. سلوك. السلوك بعدين ان هو اللاعب ممكن تبقى اقرب ان هو ما شافش. ما انا هحكي يا كابتن. اتفضل احكي. لو السلوك يعني محمد هاني شايف اللاعب ورايح يتعمد ايذائه اوكي وبيلعب بشكل فيه خطوره على اللاعب. تمام. ولكن هنا في نيه لعب يا كابتن اسلام. انت مش شاطر النهارده، انت عندك نيه لعب تلعب. صح. اذا انا النهارده مش بعاقبك على انك انت رايح ترتكب سلوك، ولكن انا النهارده بعاقبك انك انت رايح تلعب. دي نمره واحد. نمره اتنين، بنتكلم في استخدام القوه ازاي. لا رقم واحد، انا بعاقبك عشان تبقى واصله، بس انا بعاقب اللاعب علشان هو رايح يلعب مش رايح يسيء السلوك، صح كده؟ بالظبط كده. دي رقم واحد. هنا كابتن، هنا سلوك، هنا بطاقه حمراء، خلينا نتكلم معاك بامان. انما هنا في نيه اللعب، محمد هاني رايح يلعب وبعدين ما لعبش الكره، القدم راحت. انا حاسب محمد هاني امتى يا كابتن اسلام؟ النهارده انا بحاسبه على البوينت اوف كونتاكت اللي هي لحظه التلامس، الحذاء او الستارز او القدم. ايوه. هتقول لي يا كابتن ده لو كانت رجلي راحت كانت عملت. لا، انا بتكلم بالقانون، عندي لقطه تحكيميه. هنا محمد هاني رفع رجله يا كابتن اسلام. نعم. الرجل عدت تماما. ما جاتش في راسه. لمس الوجه. صح. لم تلمس الوجه. صح. عارف لو لمسه واحده في الوجه. صح. خلاص. وقلنا هنا البطاقه حمراء. صحيح. عشان كده هنا الفار جاب الحكم ليه يا كابتن اسلام؟ عشان يقول له ان هي مش الحكم. قال له ان رجل محمد هاني راحت على الفاضي والقدم الاخرى هي اللي اصطدمت في الجسم. اوكي. يبقى اذا انا هعاقب محمد هاني بحاجه اسمها بطاقه صفراء للتهور. أوكي. نتيجه ان القدم اللي هي الاخرى يعني عملت مخالفه بيه في لاعب جسم اللاعب. اذا انت النهارده لما جابك محمد عبيد وجابك جاسم قالوا لك احنا عاوزين نغير قرارك، تعالى شوف اللعبه. رجل محمد هاني لو عندك اللقطه راحت على الفاضي قدامي اهي. راحت على الفاضي، انا ما اقدرش اعاقبك باستخدام قوه زي ده. نمره واحد. أوكي. نيه اللاعب هنا نيه ان هو راح يلعب، القدم ما راحتش في وجه اللاعب، وبالتالي هنا البطاقه الصفراء كانت اقصى درجات التهور يا كابتن اسلام. اقنعتني يا كابتن، انا بعتذر، انا اقتنعت بكلام كابتن ناصر. لكل مشاهدي او لكل الناس اللي بتتفرج عليا، انا اقتنعت بكلام كابتن ناصر، وانا قلت لحضراتكم عشان كده انا كنت مصر دايما. انا راجل لعيب يعني، فانا كنت شايف ان هي اقرب لان هي تبقى طرد، لكن انا قلت انا هسمع. اكمل بس النقطه دي يا كابتن. انا قلت هسمع كلام كابتن ناصر عشان كده انا كنت مصر ان كابتن ناصر يجي، لانه دايما كابتن ناصر كخبير تحكيمي وكمحاضر دولي بيبقى له وجهات، مش وجهات نظر، بتبقى وجهه نظر صحيحه، وبالتالي انا بعتذر. اذا هي طرد غير صحيح لمحمد هاني. اتفضل يا كابتن ناصر. كابتن اسلام هقول لك على حاجه. الكل هنا راح لايه؟ راح للعبة من خلال الشكل اللي لعب بيه محمد هاني. مظبوط. يعني كله اتخض. انا ما بحاسبش اللعبة على الشكل، على الخضة. على انا ما بحاسبش، انا خدت على الخضة انا كمان. كل الناس شافت ان الدخول بقى ازاي، يا نهار ابيض ده راجل راح. طب يا جماعة، هو الرجل لما راحت ديت سؤال، هي راحت عملت المخالفة في الوجه ولا لا؟ ده السؤال. اذا انا ما بحاسبش اللاعب على الشكل اللعب، ولكن عشان كده هنا في الملعب هو عمل ايه يا كابتن اسلام؟ هو نفس الشيء، خد الشكل. الحكم خد الشكل بس راح اتفرج على لما جابه. الفار قالوا لا، احنا مالناش علاقه بالشكل، احنا عندنا اعتبارات القرار اللي احنا بنشتغل عليها، اللي هي اسمها ايه يا كابتن اسلام؟ معايير اتخاذ الحكم للقرار. بيسالوه بعد المباراه انت خدت قرار الطرد ليه؟ لازم يقول لهم انا خدت واحد اثنين ثلاثه اربعه، مش بمزاجك. الموضوع
بالمزاج، ولكن ثاني بقول طرد غير مستحق، واستدعاء الفار لحكم المباراه كان استدعاء صحيح بنسبه 100%. انا بشكرك جدا يا كابتن ناصر، ودايما بتصحح لنا كل اخطائنا التحكيميه. هنا انا ما اقدرش اتكلم طالما كابتن